بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى سلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آل الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. أنت ربي إن قصما إنو كجاري كرو waxa aynu wax ka taabanayna fadliga iyo milgaha Alla u yeelay bishan Ramadaan, shahrullahi alfadil, wa bil bilaha oo dhan ka qaaliban oo ka fadli badan, wa bil hasanaadka qofku ay u laban laabmaan oo wanaaga u geystaa toban laab u noqonayo ila ay gaadhayso rabbi gaadhsiinayo 700 ضعف تضبط بغل أو جور لولا بنابه إيو وليبا من الله المزيد إلى هاي أسي كرديو أو غارسيو فضل جا إيو وانا جا وقريو صائمين تا وح قلبي ابن آذن إيو فكر بشر بدنا أنو غاري كرين أما سوكو بكرين. رمضان وحوية شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن بشا للصوم يوم علنتي هبين كين عبادة قيام كي صلاة تراوح أكمل هاي لقو أوجيو قرآن كنا الأخرية يمر البوا واجب ويوناستين الأخرية، لكن سي كسي بطن لو أخرية وحا أوجار أولي هي دور الرماد شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شاقي بشا النحريستا بشا الدنب الدافكا إيا بشا الدوم بطن وإله اللي هي ونار تكحرية وحجرة من لقاء إيا كراموين قونية وإلهي كقارية لأما كخاصية لي بشا رمضان. ربنا سبحانه وتعالى محكم التنزيل في القرآن الكريم وحقو كل هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وحوي أمر إلهي إن فري أولي هي ذي هو اللي الرسول فبيي وحلي ذكو واجب يالي صومك سيدي أمتي إذنك الرئيبة واجبوها أولوغو واجب يالي لعلكم تتقون وشددنا وحوي الله كياب إي عبسي الله تقوى إن أتكو يالتان وأيام ترسن قفكي مركابك أما سفر كجرة ما المكلة أيو بدأ أيو غلينا يا قفكي كريانا فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مركا هرواجا هروحة ترتي يعني صفة ترتيب ترتيبة أي صونك ودغن قلي وواجب نقضي waxa jirtay mar ay banaanayd qofku halka uu ka soomayo in uu qof quudiyo oo taasi ay ka dhigan tahay ajarkii soonka oo kale، laakiin markii dambe ilzaam waxaa laga dhigay in la soomo ciddii markaas kari weyda mooyaane oo dhisabiga yar ee aan xamilayn qofka xanuunsanaya حنون يعني أن تقل شوقة وأن قفك كتجي وأن كبك سنين أما الرجال إنه كبك شدو قفك ويلة إيه جار هير أنو كنا في كارين أما كم مار مكارين إنه سجوك تأمر البوحر دميه أما يعني كبا بيع وقات، لكن مر البوحر بليه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وحمرك هذا نر بليه هي
وبشي قرآن كربي سودشي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وشيء قار بشهر رمضان فضل قيسى اي فضائش اي رمضان لا ضحي مركا لا يقول يسوكو وحا ابو هريره رضي الله عنه وكوري النبي صلى الله عليه وسلم انه يدي هبينك اوغهري اذا كان اول ليله من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن مركا اي بلا هبينك اوغهري يبا شياطين توالا حيرا ولا دوخيا يا iyaga iyo maradatul jin jinku waa laba jin mu'miniina oo inta aynu yeeloba yaani waajibka gudanaya oo soomaaya oo tukanaya oo maaragtay la yaqaan kuwa bayni baxay maradatul jin ee u badeeray xumaan iyo fasaad iyo shayaatiinta ayaa la qabqabtay habeenka la xidhiidha ugu horeeyaba waxa kale oo la binnadaayo la xidha أبواب النار الباب بدا النار فلم يفتح منها باب الباب كلي الباب بدا النار كم بدا غفورا لبشر وبشر رمضان وحكى له ترتف وفتحت أبواب الجنة وحيانا الله فرايا الله بلغ الباب بدا الجنة فلم يغلق منها باب الباب كلية والجنة والباب بدا إردها جنة كم بدا والله حيرانا بشر habeen walba yeere yeer alle xaq alle ka timi ayu la yeeraya yunadi munadin kulla layla oo u leeyahay ya baghi al khayr aqbil wa ya baghi al shar aqsir ki khayr u xuslinay doonayo gudo kaalay la kaalay khayrki wa ya baghi al shar كأحس لنايا أحس لدوبة يا إنه شر جيستونا أقصر شوكس أو جابس ولله عتقاء من النار وذلك كل الليلة أنت رمضان صعوت ضد إلهي قرط ودا رقبة ودا كحرين يا نارت أي أجره وأنا هبين ولبا هبين ولبا ترى إلهي أنوجي هي وكحرين يا نارت إلهي مر هوري مر دبا وحي نغر دغو كو او كخورين نارت رمضان وبشكلية اي مغا اهان مغا عيد القران كو سو اروري وحنا او سو كو كبي هي عبادوينكا مركي برات كودا لغا غرانيا لغو اركيو راتكا اي كليشين قفكا فردكا سكا قفكا كليا iyo bulshada ama mujtamaa oo dhanba waxa uu barayaa soonku dadka sabirka adkaysashada iyo waxa mashquulinka iyo dhibaatada ah sida loogu jilib dhagayo ee lagu adkaysanayo waxa ka mid ah raadka soonku u reebo in uu dabciyo oo naxariis iyo dabacsanaan ku beero dareenka mashaacirta iyo dareenka qofka iyo in uu kordhiyo oo quwiyo xojiyo adoonku ama adoobuhu dhadig iyo labaadba sida rabbigood khaaliqood ay ugu xidhan yihiin cibaadada soonku waxa ay keenaysaa yacni in midiidin loo noqdo oo loo nuglaado oo la yeelo daacadna loo noqdo ربي إيو إن نفتا لغا أبايدميو أو لغا جوجيو وحي أي أبارتي مع معانك ينفي دون تيدا نولوشاني أي لاضحي ينفتا ابن آدم كوحا أي هذي يشير أمها تو أموها لغان تاكتو مالين أودن ولغا حكمين أيان إيادا أودتكو صائمينتو إيمانا أي تار ميسيهين ويليان إيو احتسابا لله حق إلهي إن أي وحيا لين وأي وحدك تان ومالين أردن سيدا مرك الله أغو سونكي وحويي
guul lagaga adkaaday, guul la soo hooyay oo laga adkaaday nafta ibni aadanka, oo had iyo jeer in nafsa la amaaratun bisuu, iyadu had iyo jeer jecel inay u dusto ama u badheedhaba waxaa rabbi uu nahiyey ee mamnuucay. Nafi doontayda waxaa nafta had iyo jeer jeceshay hawada iyo shaydaanka intaba waa laga adkaaday. Marka sidaasoonka loo guja waxa kale oo si gaar ah marka loo eego soonku uu yahay cibaado rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi anaa gooni u leh, anaana abaalkeeda marinaya dadka saaimiinta, sida ku sugan xadiiska البخاري إمام بخاري وكورنا يو أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة أشيق النبي صلى الله عليه وسلم إن أريد كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. عمل كسته وابن آدم لي مادة وهو ناكسني ولا بن لا بيع ومركي بحرطة طبعا لا بيع الله قد قيا إلى آخر كأي قاردو todoba boqol oo goor loo labanlaaba wa camal kale oo dhan. Qaala caza wajalla, sida nebigu calayhi salatu wasalaam uu ka warinayo rabbi, ila sawm, acmaasha ilaahay labanlaabaya ilaa todoba boqol oo jeer la labanlaabayo soonku kuma jiro, waa ka gooni. Rabbi wuxuu yidhi fa innahu lii, soonka anigaa leh, wa ana ajzii bih, abaalmarintiisa aniga ayaa leh. Ibni aadamkii ama qofkii saaimka yadacu shahwatahu wa acaamahu min ajli, wixii naftu doonaysay ee uu baholyoobaysay iyo quudkii yani uu cunayay, labadaba awaday ayuu isaga deynaya. Sallallahu alayhi wa sallam, nabi maxamed wuxuu inoo sheegay lisaaimi farxataan, idaa aftara fariha وإذا لقي ربه فرح بصومه. لبدا إمام أبو بخاري ومسلم بوي وريين يوكورنيا حديث كاس أبي هريرة رضي الله عنه ولي رسولك عليه الصلاة والسلام قفك الصومني صائم كاهي لبا فرح ضد أي لي ومر مركا ومان تيورد صو صومه مركا وأفريه أفركا وبارتي صوم كي ديكا نصان أيوه النفتي كسو علينا أيو أيو كفر حيا فرحدة كلكسي ولينا وحويه إذا لقي ربه فرح بصومه. مركو ربي لك الممالة قيامة إيه لا تصح لا صو بندقو أركو وحاج ربي يا لي إيه وناجي خير هي صون كي كده شيء ثانة وكفر حيا. الإمام البخاري رضي الله عنه وحا كورنا يا وكالة أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. يعني قفك صائم كأه إما لنت أردن صوما أو حبدا دمين يعني تغير اسبدل باكو إيمان النفتيس نفتا قفك صائم كاي مال انت قيامة حق الله ويك ادقون تاي ريح المسك نوع عذر كأقو قالسا أقو ادق بدن مسك قال يراه تو ويك ادق بدن تاي. وحكى له اجرة الباب جارو أخاص وآه والباب بدا جنة دا كم بدا وددك صومن وقارا ولردو باب الريان. صحابي قالوا رجري سهل بن سعد وحوري الرسول صلى الله عليه وسلم وحوري إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلا يدخل منه أحد. وصحابي قال حديثك ورينيه رسول كوحولي الباب باشرة الباب هذا نذا كمدو الريان ليلاتو الباب كاوحا كقال أوكلية صائمين
dadka soomay maalinta qiyaame cid aan iyaga haynana kaba gasho. Waloo yidhi waxaa la odhanayaa ayna saa'imuun, dadkii soomi jiray maya way soo kacayaan, albaabkaana cid aan iyaga ahayn ka geli maysha. Marka ay halkaa ka arooraan oo albaabka ka galaan dadkii saa'imiinta ahaa, albaabka baaburayaan waa la xidhayaa, cid dambe oo ka gelaysaana ma jirto aan saa'imiinta ahayn. Waxa kale oo rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, addoon kasta dhadig iyo labood kuu doonaha ahaadee oo dar alle u soomay maalin, maalintu soomaba waxaa ilaahay wejigiisa kaga fogeynaya oo ka durkinaya naarta. 70 khariif, 70 dayrood waa 70 sannadood in loo socdo ayaa laga fogeynaya wejigiisa naarta, rabbi kaga fogeynaya. Bisha oran marka la isu geeyo, hadday matalan 30 la soomo iyo haddii 29 la soomaba, in ka badan 2000 oo sannadood in loo socdo ayaa bisha keliya soonkeeda ilaahay qofka kaga durkinaya oo kaga fogeynaya wejigiisa naarta. Allahu akbar. Waxaa rasuulku kaloo sheegay calayhi salaatu wasalaam, as-siyaamu junna, soonku waa gaashaan kugu darban oo ku ilaalinaya. Al-imaam axmed iyo imaam an-nasaa'i labaduba waxa ay cusmaan bin abi al-caas saxaabiga loo jira ka warinayaan inuu yidhi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo le, as-siyaamu junnatu min an-naar ka junnati axadikum min al-qitaal, soonku gaashaan ayuu qofka sooman uga yahay ama sooma uga yahay naarta, gaashaan kaga gudban weeye. Sida mid ka mid a idinku gaashaanka uu dagaalka u qaataa uu kaga gudban yahay waxyeelada dagaalka ka imanaysa. Khasaa'iska soonka waxaa ka mid a, waxaa Alla ku gaar yeelay in uu u shafeeco qaadayo soonku dadkii soomi jiray yowmal qiyaama, sida al-imaam axmed uu ka warinayo cabdillaahi bin camr bin al-caas radia allahu canhuma oo uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, as-siyaamu wal-qur'aan yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama, maalinta qiyaame qur'aanka iyo soonka labaduba waa u shafeeco qaadan addoonka. Soonka wuxuu odhanayay, ay rabbi manactuhu aطacaama washahawaata binahaar fashaficlii fiih, cuntadii iyo wixii kale ee garaysa macmacaankii nafidoonteed ahayd ayaan ka hor joogsaday oo uu ka qaday aawaday uga qaday, ilaahow an u shafeeco qaado. qur'aankuna wuxuu odhanayaa manactuhu lnowma billeyl fashafficnii fiih, habeenkiisu ii akhriyayay qur'aanka haddaan ahay ayaa hurdo badani kaga tagtay, waan kaga hor joogsaday. fashafficnii fiih, annaha iyo awoodsiin rabow inaan u shafeeco qaado, fayashfacaani lahu, markaasay u shafeeco qaadayaan. dhinac kale marka aynu ka eegno, ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, sida aynu aayadda horeba kusoo aragnay, wa an tasuumuu khayrun lakum, inaad soontaan ayaa idiin khayr badan. khayr wixii rabbi ku sheegay dhinac walba waa khayr, qof ahaan waa u khayr, mujtamac ahaan waa khayr, adduunyadii waa khayr, aakhiro waa khayr, jannada gudaheeda waa khayr mar walba. marka siyaamku ama soomiddu sida aynu hore u carabownay waxay soo markii hore waqti ka mid a bisha oo culimada qaar ku sheegeen 2 maalmood toddobaadkii, markii mar waxaa jirtay ay bannaanayd in qofku uu kala doorto inuu soomo iyo in uu qof gaajaysan quudiyo oo miskiina siiyo. markii ugu dambeysay marxalat al-ilzaam, waajibka laga dhigay ee waa in la soomaa, qofkii arka ee soo gaara waa inuu soomaa, haddaanu markaa safar ku jirin, haddaanu markaa qof waayeela oo dee yacni talax gabay aanu ahayn, wahaakada. wa an tasuumuu khayrun lakum,
بوري ربي سبحانه وتعالى دنيويا واخرويا لبدبا وحيدين خيرون ان تصوتان خيرك هو حكمه عبادهان يا اجرك اخره اللي هليه كسكو فايدوين افكي لغا هليه انت اللي جوجو ولي بحق عافي ماتك وحجرته سيدا دخترادا اي علماء دبارتي عافي ماتك يدريالك ابن آدم كو اي شاقان مر اللي يالا مركا يعني او بلود الصون قفكو انو صومه اي وح اللي يالا وحي اها ونقيوه جدك كمدا سلس اما خلايا اي تاك دري مركبا وتقيا مركيبا نوحا بدلية ونقيو أما خلايا أما سيلز وصب ودردرت ودي قبا وكوة هراء يتاك دري بدلية وحاكال وصنك وكردية المناعة سيدة تشيركو إساقا عابية يوه وحي حنونة إيمانية أدبو كرية إلى طبن لاب أيو غارسيا شركو سيدة أولا دقال مكرا أيو أما أود أولي هاي إنو إسكا عابيو وحالكا إسكا جوجيو وحي أدر أما حانو إلى طبن غور أيو لابن لابا أود أشركو أيالان أيو إنو إسكا عابيو أدر هذا يحانو ندا وحكى له ميزان ويالا او نسيا قنشر كان حميتي ده اما بان كريش ان نظامية سيدا تشيرك او استعمال ايوه سبورت ويو انتظر ان نرون هنا وحيابا ها هيدي بوكا من ايو بات كي ايه بروتين كالي دادو ايو كشف غيا كريبا ده تشيرك iyey inuu ahaado jirku mid aan kala dhimin ee saliska ama unugyadaas dhimanaya kuwa bedelaya kaaba borotiin ka mid yahay waxa ka mid ah cuntooyin mesela sida bariiska oo kale iyo caanaha qayb ka mid ah waxa caliska oo dhan ayuu markaa jirka ay galaan jirku suu isticmaalo waa inay noqdaan sonkor ama macaan kaaso marka oksijiin ku taabto keenaya in jidhkii uu kulaylka u dhaxan isaga caabiyo dhaqdhaqaaqa iyo tamarta ama energy-ga uu ku soconayo iyo guud ahaanba nolosha sida uu qaabilayo nidaamkaas oo dhan waxa yaani kala haga oo kala hagaajiya qadir kale dadu baan kariyash ama inagu aanu xameejida u naqaano uu nasanaya marka qadirkaas inta la sumeeyo intii bagaranaysa loo baahnaa na beerka bixinaya nidaamka sida isugu rakiban oo dhan ee beerka iyo xameejida iyo qaybinta tamarta ka dhalanaysa cuntooyinka marka dambe macaanka ama sonkorta isu bedelaya nidaamkaas oo dhan mina waa nabad gala uu nastaa inta la sooman yahay marka wax la soo koobi karo maaha sallallahu alayhi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh